الزقازيق الزميل تامر نصرت مراسل قناة العربية من موقع الحادث. أهلا بيك أستاذ تامر، إزي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذ عمر. إيه الوضع عندك دلوقتي؟ الوضع حاليا الحطام بتاع الفترتين لسه موجود، لكن تم سحب بقية العربات اللي كانت مرتبطة بالفترتين، وبيتم حاليا معاينة مكان الحادث، ورجال النيابة العامة موجودين، كذلك رجال السكك الحديدية أيضا. تم نقل المصابين بواسطة عربيات الإسعاف للمستشفيات، مستشفى العبور ومستشفى الجامعة. الإصابات 40 طبقا لكلام صدر من وزارة الصحة، في 3 توفاهم الله منهم طفلين. وسمعنا ان في حالات حرجه، عددها كان بالضبط؟ ذكر انها حاله واحده، لكن المعلومه دي بالذات ما تاكدتش منها، يعني يصح نسال فيها وزاره الصحه. بالنسبه للوضع هنا برضو، اللي علمته من زملاء الصحفيين انه تم التحفظ على عامل التحويله وعمال المزلقان. لسه لم يظهر حتى الان اذا كان السبب سبب ميكانيكي ولا سبب بشري، خطا بشري ام خطا ميكانيكي. تعلم يا استاذ عمرو ان السكك الحديديه طورت المرفق بشكل كبير، وبالذات الاشارات الكهربائيه واللاسلكيه، فبالتالي الامر ده كون ان يبقى قطرين على قضيب واحد عكس اتجاه بعض، طبعا ده يعني خطا كبير، ولكن هل هو بشري ام ميكانيكي؟ هذا ما اعتقد ان سياده الوزير كامل، الوزير وزير النقل والمواصلات والصناعه، تحفظ على انه يدلنا تصريح في هذا الامر بالذات، لان احنا اتصلنا به بعد الحادث مباشره، فقال يا جماعه لسه بدري ان احنا نتعرف على طبيعي اسباب الحادث بهذا الشكل. لا انا برضه اقدر يعني اقول له لحضرتك ان المكان ده حصل فيما يطلق عليه رجال السكك الحديديه حوش محطه الزقازيق، مش المحطه نفسها، لكن حوش المحطه بمعنى يعني تقدر تسميه قريب قريب من المحطه، فبالتالي القطارين واضح انهم كانوا على سرعه يعني هادئه بعض الشيء، وده اقدر احكم عليه بسبب التضرر اللي حاصل في القطارات. يعني غطينا حوادث قطارات قبل كده، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، بيكون الدامج او الخسائر او اثار التصادم بتكون اكبر من كده بكثير. فيعني واضح ان السبب في انخفاض الحالات الله اعلم هو السرعه الهاديه نتيجه طبيعه المرور في هذه المنطقه في الوقت ده. برضو اللي اقدر اقوله لك من موقع الحادث هنا ان بعض القطارات او حركه القطارات عادت مره اخرى منذ دقائق قليله. مر احد القطارات ما تاتيش اشوف رقمه، لكن كان متجه شرقا نحو الاسماعيليه، قطار ركاب درجه اولى كان واضح يعني من شكله، وكان متجه نحو الاسماعيليه بسرعه طبعا بطيئه جدا جدا. هناك عدد كبير من الاهالي كعادتنا يعني متجمهرين بيتفرجوا، وبصراحة بعضهم ساهم بشكل كبير في نقل المصابين الأول فور وقوع الحادث. بعد كده سيارات الإسعاف دفعت أعداد كبيرة تجاوزت 30 أو قربت 40 سيارة إسعاف لهذا الغرض، بعضهم ما زال هنا، سيارات الدفاع المدني أيضا موجودة هنا، وأعتقد أن هذا هو الإجمال الكامل للموقف من موقعي هنا بالقرب من الحطام، حطام القطارين. الآن معنا بيان الحصيلة شبه نهائية، وزارة الصحة طلعت بيان ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 49 مصابا، وعدد الوفيات 3، وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية ل 44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة وجاري المتابعة.
هو يبقى تحديث مناسب جدا ان حضرتك ذكرته دلوقتي، يعني اسمح لي بقى ان انا ابقى سعيد بالبيان ده في مداخلتي على العربيه بعد لانه ده جاست ناو يعني الان فورا يعني حالا لسه طالع. طيب سؤالي الاخير يا تامر، هو الفريق كامل وزير فين دلوقتي؟ يعني هل في المحطه، هل بالقرب من القطارات، يعني بيبقى هو موجود فين الان؟ هو تواجد في موقع الحادث قبل ان نصل كطاقم قناه العربيه، لان كنا في الطريق من القاهره، فكان متواجد في موقع الحادث، وذلك على حسب روايه زملائي الصحفيين هنا في محافظه الشرقيه في الزقازيق. وبعد كده توجه الى واحده من المستشفيات، واعتقد انه زار المستشفيان يعني، لكن على الاقل توجه الى واحد من المستشفيات، لكن لست على علم بالضبط مكانه الحالي فين، ولكن كان هنا لتفقد الحاله ومضاهاة موقع الحادث وسؤال المسؤولين هنا على الاسباب وقراءاتهم للمشهد. واعتقد ان يعني الجميع يشترك في هذا الامر، ومن الواضح طبعا ان زي ما ذكرت لحضرتك الخطا تحويله، لكن هل هو او المسؤوليه على التحويله لكن مسؤوليه بشريه ولا ميكانيكيه؟ اعتقد ان لابد ان ننتظر بيان السكك الحديديه او وزاره النقل طبعا من اجل التعرف على هذه النقطه. الزميل تامر نصرت بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي، وعلى وقتك وعلى مجهودك وعلى تميزك الدائم في تغطية هذه الأحداث. شكرا.